باسم رب الحسين، باسم رب الشهداء. السلام عليكم أحبتي المشاهدين، ها نحن وإياكم في آية وبيان، واليوم نبين لكم عن فضل سورة الانفطار. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأها عند نزول الغيث، أي من قرأ سورة الانفطار عند نزول المطر، غفر الله له بكل قطرة تقطر، وقراءتها على العين يقوي نظرها ويزول الرمد والغشاوة بقدرة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي العظيم. وفي الختام إخوتي أخواتي، فلنعش وإياكم في جو القرآن المهدوي، ولنطمئن بأن أمر الله تعالى بحفظ القرآن يطبقه الإمام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولنتفكر بارتباط كل آية بالإمام المهدي. إلى اللقاء.